السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم للمستوى المبتدئ في برنامج الفوتوشوب هو كيفية تصميم كارت شخصي على برنامج الفوتوشوب. أول حاجة بعملها إن أنا بفتح جوجل وأبدأ أتفرج على أفكار البيزنس كارد ديزاين. من هنا بتكي على صور، ببدأ من هنا أعرف أفكار للتصميمات المناسبة للفكر بتاعي أو الأفكار المناسبة للعميل. أول لما أبدأ أشوف الأفكار وعجبتني أبدأ أحط الفكر بتاعي في التصميم. بالنسبة لهذه الأيقونات بتيجي بمنتهى السهولة، أنا كل أنا بعمله بتك تاني على جوجل أهوت وأعمل سيرش مثلا على موبايل فون، مثلا موبايل فون أيكون مثلا. من خلال ده بكتك على الصور مثلا اهوت وابدا اشوف الخلفيات اللي هي مثلا بي ان جي مثلا زي دي مثلا، وابدا احملها عندي لان اقدر استخدمها بعد كده في التصميم بتاعي. بعمل حفظ للملف بتاعي اهوت، ببدا اجيب ايقونات اللي هي الخاصه بالتصميم زي دي مثلا وابدا احطها. العميل بيديني اللوجو بتاعه، ودايما ببدا اشوف الالوان بتاعه اللوجو، وبناء على الوان اللوجو بختار السيمتريه او روح التصميم. الكارت عامه في اشخاص بتحب الكارت بتاعها وجه او وجهين زي ما انت عاوز. بالنسبه لما اجي افتح فايل بكتك على فايل اهوت ونيو، بسمي الكارت عندي اي اسم بتاع العميل مثلا، بيكون بسنتيمتر 9.5 × 5.5 او 8.5 × 5.5 زي ما انت عاوز، 300 دي بي اي وسي ام اي كي، وخلفيه مثلا بيضا، واتك اوكي. بعمل قائمه فيو اظهر الرولز بتاعتي اللي هي المسطره، وابدا اسيب نص سنتي على الاجناب عشان ما يحصلش مشاكل في الارضيه وتاخد من الكلام بتاعي، وبالتالي دايما هذه المساحة بيكون فيها الكلام بتاعي، اما باقي المساحة ما هي الارضيات زي ما احنا شايفين كده في التصميم بتاعنا. بعد ما بخلص فتح الفايل بتاعي ببدا اجيب الايقونات بتاعتي وابدا اصمم الخلفية بتاعتي زي ما انا عاوز بناء على اللوجو. طيب قائمة لير، انا 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 كتامر مثلا جيت كمصمم محترف بقسم شغلي للباك كارد والفرونت كارد. في الفرونت كارد هنا انا صممت ده طبعا عشان انجز في الوقت شويه، باجي هو اللوجو بجيبه اهوت وابدا اصغر اللوجو على حسب طبعا شيفت اهوت تك انتر، بتك على الجناب شيفت واسحب لجوه وابدا احط اللوجو بتاعي. بالنسبه للتصميم بتاعي زي ما قلنا دي حريه شخصيه حسب الالوان بتاعتك حسب الخلفيه بتاعتك، المهم انت حاول دايما تتبع الاساسيات في التصميم. من احد الاخطاء اللي بيقع فيها اي مصمم الالوان السي ام واي كي، من المهم جدا ان انا باجي اعمل ان جروب لير اهوت، باجي اتك على هذا الفونت اعمل له ان جروب برضو واختار الكلمه وابدا اظبط الوان الفونتات بتاعتي او الخلفيات بتاعتي بحيث احصل على الوان فعلا سي ام واي كي 100% بالمنظر ده كده. لو في راح مثلا جه عمل 20% 30% مثلا 60% طبعا ده كله كلام غلط. الصح ان انا بظبط الواني السي ام واي كي بتاعتي، ولو كان دي فيها صح بشيلها خالص وابدا اخلي دي ايه صفر 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 ودي 100. طيب انا لو عايز اخلي الفونت بتاعي احمر ابدا اظبط الالوان الاحمر برضه يكون ايه دقه اكتر، وابدا اكتب الكلام بتاعي، اجي اختار الفونت واختار الكلام بتاعه اهوت وابدا اكتب الموبايل بتاعي واكتب واحط كافه معلومات العميل اللي هو عاوزها. بعد كده باجي احط الايقونات بتاعتي اللي هي الخاصه بالسوشيال ميديا مثلا بالفيسبوك اسحبها كده اهوت او امسحها بجوجل اهوت، وابدا الغي الايقونه الخاصه اهوت بقى ايه اصغر الايقونه اهيت. وابدا بعد كده اختار ايقوناتي حسب ما انا عاوز وحسب ما التصميم عاوز. كلام جميل، وبالتالي انا ببدا ابني افكاري اللي انا خاصه بيها مثلا على الافكار اللي انا شايفها ان هي مناسبه للتصميم بتاعي بخلفياتي مثلا زي ما كنا اتفرجنا مثلا،
وابدأ دايما من حيث انتهى عند الاخرون. ده تصميم لذيذ جدا، حط اللوجو اهوت وخلفيه سمراء، ظبط الخلفيه الالوان. هنا حط جاب ايقونات، هي حط ارقام تليفونات، الايميلز، الويب سايت، اسم الشخص ووظيفته، الشارع واللوجو. وهنا ده كل تصميم فوتوشوب. فبالتالي انا هنا كمصمم جرافيك لازم اكون عارف ان انا كمبتدئ بحاول في الاول اجتهد، بس طبعا كاساسيات الشغل رقم واحد اظبط الوان سي ام واي كي، رقم اثنين اظبط مسافات نص سنتي على الاجناب، رقم ثلاثة اختار دايما ايقونات شكلها لذيذ، واوزع التصميم بتاعي حسب ما انا عاوز، في منه فرونت، في مثلا في كارت الوجه الاول والوجه الثاني زي ما انا عاوز. ومن هنا ببدا اختار الوان مشابهه للكارت بتاعي، ده مثلا ازرق مثلا، ده ازرق وابيض، حسب ما انا عاوز اصمم الكارت للاشخاص. بحاول دايما اشوف افكار جديده دايما واطور عليها حسب في الاخر احصل على افكار جيده. ان شاء الله في خلال الكورسات القادمه ان شاء الله بنتكلم على تصميم الكارت على ادوب الستريتور، او التعامل مع كافه الاوبشن والفعلات والادوات فوتوشوب وكافه برامج الجرافيك ان شاء الله. فتابعونا وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.